سلام في المبتدا تسليم للعموم، حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم، ما عاد في الوضع نوم. سلام في المبتدا تسليم للعموم، حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم، ما عاد في الوضع نوم. في الواقع ام النجاح والاسم ما ينغوي، كيف الاخبار؟ طيبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، كيف الحال يا شباب؟ طيبين؟ سامعين الصوت؟ إيه البعيد يقرب هنا شباب، عشان بنسألكم ترى اللي ورا معناه ما يبغى تسائل ولا؟ حياكم الله، كيف الحال؟ طيبين إن شاء الله؟ الله يبارك فيكم، الله يسلمكم إن شاء الله. طيب يعني عشان نبدأ الكلام، تعرف ايش موضوعنا اليوم؟ سلام ورحمة الله، حياك الله. موضوعنا من المواضيع الجميلة في الطب. من فيكم درس طب قبل كذا؟ نعم؟ كنا مسافر رحلة لقطر. ما شاء الله، طالب طب. ايه سنة كم؟ لا تمريض، متخرج. ما شاء الله تبارك الله، طبيب ما شاء الله تبارك الله. من فيكم كان وده يدرس طب بس ما تيسرت له؟ كل المجموعة ما شاء الله. أنا أخواني كلهم ثلاثة أطباء. ما شاء الله ما شاء الله، إذن كفاية الحمد لله. هي بالله ما شاء الله يسدون. وليش ما رحت الكلية؟ أنا دخلت بس ما تيسر، في الأمور طاعت ولا قاعدة. أخوان مختبرات وتمريض وعلاج طبيعي كلهم ما شاء الله. طبعا مرحلة نهاية الثانوي ودخول المرحلة الجامعية هي أحد مراحل انعدام الوزن في حياة الإنسان، وعادة مراحل انعدام الوزن اللي هي الواحد يكون ضايع ما هو عارف ايش يسوي في حياته. فمنها خلص الثانوية، ايش التخصص اللي حيدرس؟ وهل التخصص اللي بدخل فيه هو التخصص اللي انا ودي فيه؟ هل ودي اشوف نفسي فيه بعد 10 سنوات 20 سنة؟ والمرحلة الثانية في مراحل انعدام الوزن هي مرحلة ما بعد الجامعة، لأنه حيترتب عليها الوظيفة اللي حيستمر فيها الإنسان إلى تقاعده على عمر 60. والمرحلة الثالثة من مراحل انعدام الوزن هي مرحلة الزواج. الوزن وزن؟ نعم؟ تفكير يعني. انعدام الوزن، ايش معنى كلمة انعدام وزن؟ لا 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 توازن من كثر الهواجيس ينزل وزنه. ها؟ لا 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 توازن الإنسان. هذه جديدة هذه. توازن الإنسان. صحيح. توازن التفكير، العقل. صحيح، يكون ضايع. يكون ضايع. مشتت. الواحد إذا طلع في الفضاء ما في جاذبية، يقعد كذا ما هو ثابت. صحيح. فانعدام الوزن أروح وين؟ أقعد بدرس، بتوظف، بتزوج. فهذه الثلاث المراحل الأساسية من مراحل انعدام الوزن. سبحان الله، أنا تقاعدت من حوالي 7 شهور. بعدها دخلت مرحلة انعدام الوزن الرابعة. فالإنسان دائما يكون كثير التفكير. يدرس حاله، يدرس حال الآخرين. ما تجي له الأفكار عشان والله ولد عمي أخوي درس الطب معناها ندرس طب. صح. تمام؟ فنقول إنه سبحان الله من إرادة الله لك وخيرته الطيبة لك إنك ما دخلت كلية الطب. ما هو لازم أن الإنسان يتم على الشيء اللي كان يبغاه في البداية. وعشان كذا صلاة الاستخارة فيها دعاء عظيم. إيش هو الدعاء؟ استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر سمي حاجته خير لي في ديني احسنت ودنياي الى اخر. ما شاء الله،
اللهم يصلي ركعتين وبعدها يقول هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أستخيرك بخيرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم أن تعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاشا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله لآخر الله. فالإنسان ما يدري فين الخير، ربما صامل على دراسة معينة ولكن في مرحلة ما يوقف، وعلى كل شيء: سفر، شراء أرض، سيارة، زواج، تمام؟